مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. وبدايه احنا جد سعداء ببدايه انفراج الازمه وبدينا كنشوفوا الحمد لله حفلات، بدينا كنشوفوا اصدار اغاني من بعد يعني توقف راه دام واحد المده اللي هو طويله. اليوم كنتواجدوا مع جودي وايما، جوج ديال الخواتات اللي صدروا واحد الاغنيه بشكل جديد، لوك جديد يعني من خلال السيل ديال الاغنيه، من خلال السيل باش بانوا فيه يعني هما. قال لك حنا بغينا ندير واحد الحاجه جديده اللي خاصه بينا واللي بها نتعرف على الجمهور. ما نطولش عليكم بزاف، من الدار الكبيره ولا الدار الكبيره ياك. السلام عليكم، مبروك عليكم التوفيق. الله يبارك فيك، شكرا، ميرسي بوكو. اليوم كنشوفكم اغنيه جديده لكم اللي صدرتوها، تفضلي تكلمي لنا على الاغنيه. الاغنيه ديالنا اللي هي تيمي واي، اول سير جديد في هو الكيبوب، كيبوب كوري مروك، ولقينا درنا ليه مروك كيبوب عرب كيبوب لاول مره. اول مره تبارك الله عليكم. الاخت ديالك صديقه، وكيفاش فكرتوا انكم ديروا بزوجات؟ بصراحه هي اصلا ماي سول ميت، رفيقه الروح ديالي، رفيقه طبعا. انا وياها ديما كلشي كنخدموا مع بعضياتنا، كنخدموا مع بعضياتنا، كلشي مع بعضياتنا، يعني ديما ديما مع بعضياتنا، فكلشي مع بعضياتنا حتى الغنى مع بعضياتنا. ياك انتم حاليا مقيمات في المغرب ولا مقيمات في السعوديه؟ حاليا مقيمين المغرب، غدا الفلاي ديالنا غدا غادي نسعد غادي نحلها. يعني ساكنين تما؟ ساكنين في الرياض، لان العمل ديالي في الرياض، كنخدم فيه الوقت الحالي، هو ديريكتريس ماركتينغ. تبارك الله. والاخت ديالي حتى هي كتخدم في لا ماركتينغ، خدامين في شركه رياده الاعمال، هذه واحد المجله. وكيفاش كتوازنوا؟ فوالا اوني اون فاكونس، يعني في هذا لو مومون هذا حنا فاكونس، هذا الوقت هذا حنا فاكونس، دينا واحد دو موا يعني باش ما كانش باش صراحه كان عندنا واحد الاستخاس باش نطلعوا هاد الفيديو ما شاء الله عليهم يعني زوينين. نجيو للإيما ياك، تبارك الله عليك. يعني شنو التوقعات ديالك بالنسبه للاغنيه؟ غتلقى اقبال يعني؟ صراحه انا كان انا دابا دراسه الاعمال كنظن انه غادي تكون مزيانه، غادي تجي الناس، الحدس ديالي كيقول لي انها غادي تجي، غادي تجي بالشباب، لان اغنيه شبابيه يعني هذا السيل ديال الاغاني هو اللي كيعجب الشباب. مزجتوا باللغه بالعربيه والانجليزيه والخليجي؟ والخليجي الاختيار ديالكم هذا كيفاش كان هذا الاختيار انكم تمزجتوا؟ عشنا مغاربه وعايشين في السعوديه، وانا عزيز عليا اللغه الانجليزيه بزاف، قريتها مده 9 سنوات، داك الشيء علاش. تبارك الله عليكم، شفنا حتى من خلال اللوك ديالكم يعني حاولتوا انكم تكونوا مختلفين شويه. لو تيم كوريان، داك الشيء علاش بغينا نكونوا في التيم ديال لاشونسون ديالنا. سيرو تخصي يعني هذا الشيء، بغينا نديرو السيل ديالنا حنا. تبارك الله عليكم، كاين اصدارات جايه؟ كاين ان شاء الله، كاين راس العام اللي غنطلقوها ان شاء الله في راس العام اللي هي اي لايك، عاجبني راسي وبكل ثقه ونسافروا براسنا. عاجبني راسي وباسكو ان شاء الله كنتمنى ان شاء الله. لونسمون ديالها غيكون في المغرب؟ لونسمون ديالها في المغرب طبعا، كلشي غيكون ان شاء الله في راس العام. ارجع اللايف وما كرهناش نسمعوا شي مقطع طبعا اليوم. نبداو بإيما، تفضلي. وينوش تفضلي.